سلام عليكم يا حلوين. اوكي شباب، الحين شو مقطعنا اليوم؟ راح نلعب حرب البيض، بس هالمره يا شباب حرب البيض شوي مختلفه، لان راح نلعب حرب البيض الناريه. واو يا شباب، مثل ما تشوفون ها هي البيضه الناريه. فهاي شباب الحلوين كالعاده رتبنا وضعنا وكل شيء تمام، بس هسه شيء واحد ان نروح وندرعم ونجلد الناس. يلا هنا ذا اللايت بلو، خل نروح نجلدها. اوكي طبعا شباب، اليوم وياي رافائيل واثنين متابعين تعرفت عليهم في اللوبي هسه، فقالوا انهم محترفين وخوش لاعبين، يعني يعرفون زين، يعرفون يلعبون زين اقصد، فدخلتهم وياي، دزيت لهم طلب في بالبارتي وخلاص، يعني هسه صاروا ويانا بالبارتي، عرفت شلون؟ السلام عليكم. الا والله، الا والله لايت بلو منور حبيبي، منور. يا اخي والله رفعت كومبو مسكين الولد. اوكي يلا اللي بعده، خل نروح لذا اول. اوكي اوكي، اول بيضه شلناها نحن. او ماي جاد شباب، البيضات تطير واحده ورا الثانيه، بس والله الله يستر لا تطير بعضنا شباب. والله الله يستر. اوكي فخل نروح لذا اليلو، شكله ما عنده بيضه. يب ما عنده بيضه للاسف. ما عليكم شباب، حتى ما عنده بيضه نروح اللي بصفه ايزي. اوكي منو البينك؟ منو البينك؟ رافائيل. رافائيل اسف، راح اجلدك يا حبيب القلب، يا حبيب لا 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 لا. طيب راح اشيل بيضتك. اوكي انحاش انحاش رافائيل. اوكي معلش، خليه راح اشيل بيضتك براحت. والله المسكين حتى مو مخلص ومغلفه فول اوبسيديان. والله اسف يا ورع. اوكي هسه خل نروح ذا الجرين وما ادري شو اسمه، فخلينا نصعد يا شباب حتى يجوز يعني يكون عنده بو او اي شيء، يعني ما يقدر يوقعنا بكل سهوله. فخلي اروح له. اوكي شافني شافني شاف. يا عيال وقع ذا الورع. والله مسكين. اوكي خل ننزل نشيل البيضه مالته براحتنا، حتى مغلفه المسكين. باي باي بيضه جرين. السلام عليكم. هلا والله. يا اخي والله انه مسكين. طبعا شباب اعذروني شوي، لان الصراحه صوتي متغير لان شوي مريض. فهاي شباب اعتقد بقينا اني ورافائيل والمتابع، المتابع هو الدارك بلو. اوكي فوش نسوي شباب؟ للاسف رايح للمتابع واشيل البيضه مالته واجلدها، هي عرفت شلون؟ هذا هو النظام حقنا. فيب الله والله. السلام عليكم. والله انه ورع، خليني اشيل بيه البلوك. لا 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 لا، تعال تعال بدك علي، تعال 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 تعال. يا اخي والله ذا لعيب، شو اسمه ذا لعيب، ذا المتابع كلش لعيب. تعال تعال تعال، لا تشل. لا والله لعيب يابا، وش ذا؟ والله اقوى لاعب شفته بحياتي، اقوى لاعب شفته بحياتي، بس ما ينفع يا ورع. اوكي بس خلينا ناخذ لنا جولدن ابل، لان شكله ذا ما يبشر ابد بخير، فنشتري لنا حبتين جولدنات ابلايات، ناكل لنا واحده حلوه. وهسه جاي جزيرتك. والله اسف يا حبيب الالف. فقبل لا يشتري دروع، قبل لا يشتري، خلي اصعد له شباب، لان اعرف المتابعين غدارين شوي، يبونهم بس يعني يكونون اللي يبون يفوزون بالجيم، عرفت شلون؟ فخل نروح زي كذا، بس لا توقعني يا ورع. خلي اشيل بيضتك. اوكي والله ما ضربني ولا ضربه يا عيال. اوكي هسه بقى بس رافائيل. يلا جايك يا ورع. ها السلام عليكم. هلا والله رافائيل، الله حيك. الله والله منور. انا يا اخي والله سكننا ذا ورع، سكننا يضحك يا شب. ها شنو هذا؟ كفو كفو رافائيل، والله انك استرى على بالي يسوي ام ال جي زي كذا، بس لم تضبط معه. فزنا بالجيم. اوكي شباب الحين هسه دخلنا الجيم الثاني، وان شاء الله يا شباب يكون جيم جلد زي الجيم الاول. شباب انا هسه رايح ادرعم، لان شفت ذا اللي بصفي رايح يجمع له في موارد يعني دايموند وكذا، فما راح احط له الفرصه، لازم اجلده. شباب مسكين كان عنده تقريبا كفو رافائيل، كفو شيل البيضه، اجلده كفو اجلده، لا تحطه يوقعك، لا تحط كفو. والله انك الصوره شباب، لازم ارجع للجزيره مالتي. رافائيل روح روح ابني ذا البيربل. اوكي خلاص شباب، انا رافائيل لا هو يعرفني ولا انا اعرفه، عرفت شلون شباب؟ حتى بعدين لا نبلع بهاند وما ادري شنو. اوكي بس خلي اشتري لي سيف حجر، ناخذ لنا جابس جولدن ابلايات، اكل شباب نحتاج اكلي، انا الصراحه جعت شوي شباب. انا هسه بالنص، ف والله شكلي راح اروح للدارك، اني الدارك بلو اقصد، مو دارك دارك. اوكي رايح للدارك بلو، وانت رافائيل روح ذاك اللي بصف البيربل. اوكي شباب اليوم نجلد الجلد، اليوم كيوب كرافت خلاص، مع السلامه. اوكي بس خلي اصعد. اوكي تن تن تن. رايح للدارك بلو، اقول له السلام عليكم، شلونك شو اخبارك؟ على فكره ذا اوبسيديان، فبس الله يستر. اصلا عادي شباب، وهذا اوفر باورد، يعني البيكاكس تقريبا 5 حبات جولد، فمو مشكله يعني، ما في مشكله يغلف اوبسيديان مو اوبسيديان. فيب اوكي خلينا ناخذ لنا شويه بلوكات ونكسر بيض. هذا اصلا ما عنده بيض الورع،
ها ما عندك بيضة ها؟ تا 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 يا ورع تا وين رايح وين وين أبي يفتهم وين صاعد أبي يفتهم بس أبي يفتهم وين صاعد السلام عليكم وقع ما وقع أوكي خلي أروح شباب أوكي ناكل جولدن أبل على النزلة مالتنا أوكي تا 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 تعال يا ورع يا أخي ليش تزبن يا أخي ليش تزبن أبي يفتهم يا أخي تعال يا أخي تا 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 يلا مع السلامة يلا باي 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 يلا وقول كفو وقع زي الورع اوكي يلا اللي بعده ها السلام عليكم هلا والله اي كفو هنا الاخضر وذا متيمين شباب لا تكونون متيمين هسه اجيكم دقيقه بس خلينا نتفاهم اذا تكونون متيمين هسه نتفاهم اوكي بس اذا مو متيمين هذا حكي اخر اوكي فشكلهم متيمين ما ادري ايش سالفه ذاك ليش ما جلده فخل نروح نجدها نحن على السريع اقول له وان شوت شباب هاي يسمونه وان شوت ما عنده بيضه ذا الورع ما عنده بيضه فنشتري لنا بلوكات زياده شباب دقيقه شباب ذا الجرين بس الله يعيننا عليه شباب او ماي جاد مفول لنا ايرن شباب فش نسوي له لازم نسوي له انتحاري عرفتوا كيف فخلي نروح نروح الجزيرة اول نشيل لنا هذا سوي زي كذا اوكي اوقع كفو يا اخي والله مسكين الورع والله حركة اسطورية يا عيال شوفون شباب هو شلون وقع خليني اشوفكم بالتفصيل الممل شفتون هو اجى لهنا انا سويت له هذول ثلاث بلوكات خلاص هيز داد والله اني كفو اوكي بس بقى ساين ومنو بعد والبلاك حلو يلا نجلدهم جلد اليوم شباب همين ذا ساين مفول دايموند او مفول ايرن اقصد فاعتقد لازمه نفس النظام حق ذاك حق قبل شويه دقيقه خلنا نفهم اقول السلام عليكم خلي اجيب شباب يعني اوكي زي كذا اوكي خلي يجي دقيقه بس تعال يلا تعال يلا تعال يلا ليش مستحي اوكي ما وقع والله وقع يابا والله يا اخي عبرت عليهم كلهم هذول وش سالفتهم يلا روح مع السلامه هلا والله يلا بالبيكاكس يا عيال دقيقه خلنا نفهم شمرتي انت يلا كفو روح اي دمجتني انت انت ها تبي لي تسوي لي نفس الخط حق قبل شويه والله ما ينفع كورا ها شنو السالفه اوكي يلا باي باي مع السلامه يا اخي والله طقطقنا عليهم طقطقه نحن بدروع جلد هم كلهم دروع ايرن وجلدناهم جلد اوكي شباب الحين هنا وصلنا لنهايه المقطع اتمنى عجبكم هذا المقطع اذا عجبكم المقطع صدمنا بلايك اشترك بقناتي اذا مو مشتركين واهم شيء شباب فعلوا زر الاشعارات على المدينه نزلت مقطع شي بقول لكم امير الورع نزل مقطع راح تشيك عليه ها يا شباب اكو شغله كلش حلوه شكرا 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 تريليون بيزيلون مليون شكرا 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 على 50,000 مشترك 50,000 اخ واخت واو يا شباب الصراحه اشكركم مره دعمكم الخرافي كلش اشكركم المهم فشباب وهي سالفه البيضات مثل ما جاي تشوفون المره هاي سوينا البيضه حق شو اسمه ذا الناريه اتمنى انتم همين يا شباب تكتبوا لنا جواب بالتعليقات يا بيضات تبون نسويها بالحلقات الجايه اوكي مثلا همين عندنا لوك بلوك يعني نقدر نعدل عليها مثلا اذا تبون بلوكه الحظ تكون يعني على شكل دايموند شكل ايميرالد كلكم تقدرون تكتبوا لي تحت في التعليقات ترى اني شباب اقرا كل التعليقات عرفتوا شلون شباب فبس اعتقد ما عندي اي شيء اقوله فيا بشوف الحلقه الجايه صارت لقطه مره ثانيه لايك اشترك بالقناه مشتركين وبس مع السلامه.